أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: عندي أيمان كثيرة لا أستطيع عدها، وأنا قد نسيت بعضها، ماذا علي في هذه الحالة؟ الأيمان تختلف، منها أيمان اللغو ليس فيها كفارة، لا يوكلكم الله باللغو في أيمانكم، وهي التي لا يقصدها، لا يقصد الحلف، وإنما جرت على لسانه من غير قصد، هذه لغو ليس فيها شيء. النوع الثاني الأيمان الغموض والعياذ بالله، وهي التي يحلف فيها على أمر ماضي كاذبا، يعني يقول: والله إن فلان جاي، أو والله إن فلان ما جاء، أو والله إن هذا الشيء ما هو عندي، أو إنه عندي، أو والله إني بعت هالسلعة بكذا، أو إنها استلمت مني كذا من أجل أن يضر الناس، هذه يمين الغمس ترمس صاحبها في الإثم ثم في النار، وليس لها كفارة إلا التوبة والاستغفار وعدم العودة إليها. النوع الثالث اليمين المكفرة، وهي التي يقصد عقدها على أمر مستقبل، على أمر مستقبل ممكن، كان يقول: والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا في المستقبل، وهم في الماضي في المستقبل، والله لا أفعلن كذا، أو والله لا أفعل كذا، هذه هي التي تدخلها الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.